بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام في مصر والوطن العربي، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرأي الآخر. بادئ ذي بدء ورحب طبعا بالزميلة بسات السيد، مقدمة ومذيعة معي. أهلا بيك. أول حاجة بس أبدأ بشكر وتقدير إلى معالي السيد الوزير محافظ سوهاج اللواء طارق الفقي على ما يقوم به من إنجازات في محافظة سوهاج، وسرعة استجابة معاليه للطلب المقدم طبعا من الأستاذ مالك بداري وأهالي الزوك الغربية بخصوص الوحدة الصحية وتطويرها، وبخصوص مركز الشباب، وبخصوص طبعا الاستجابة وتسهيل الإجراءات لمدرسة الزوك الغربية إعدادي ابتدائي لغات. كل الشكر والتقدير طبعا مقدم إلى السيد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، باسمي طبعا وباسم أسرة برنامج الآخر وباسم الأستاذ مالك بداري مدير العلاقات الخارجية، نشكر السيد المحافظ اللواء الوزير طارق الفقي على ما يقوم به من إنجازات في محافظة سوهاج. أيضا جمعية تنمية بنات المستقبل تنظم طبعا قافلة طبية في قرى ونجوع مركز المنشاه برعاية طبعا السيد الوزير المحافظ اللواء طارق الفقي والأستاذة بسمة نعمان. برضو في خبر تاني، التقت طبعا الزميلة الإعلامية رانيا صالح بالنائب أبو سريع إمام، وذلك للتهنئة على الفوز بمقعد مجلس الشيوخ بصحبة أعضاء حزب الحرية المصري المهندس عاطف سلمان والمهندس حسن عرفة. أيضا أحب بس أن أنا أبدأ بس بخبر طبعا في قانون التصالح، أربع محافظات لم تخفض أسعار التصالح في مخالفات البناء بها حتى الآن. أظهر تقرير صادر من وزارة التنمية المحلية يوم الجمعة الماضي فيما يخص تخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء على مستوى 23 محافظة بالجمهورية، تصدرت فيه القاهرة أعلى المحافظات في نسبة التخفيض. وأشار التقرير الصادر من الوزارة الذي استعرضه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى أن هناك أربع محافظات لم تخفض أسعار التصالح في مخالفات البناء حتى الآن، وهذه المحافظات هي الجيزة، مطروح، بني سويف، الوادي الجديد. وحتى الآن هذا الموقف، تلك المحافظات الأربعة ما زالت تحت الدراسة، حيث تتفقد اللجان خلال هذه الفترة لدراسة تخفيض الأسعار. أعلن اللواء محمود شعراوي تقريرا خاصا يتضمن بقيام 23 محافظة بتخفيض أسعار التصالح يتراوح ما بين 20% إلى 70%، وذلك تخفيضا على كاهل المواطنين البسطاء ومراعاة البعد الاجتماعي في تقرير أسعار التصالح في مخالفات البناء والمحافظات. والمحافظات هي حتى الآن القاهرة، القليوبية، الأسكندرية، البحيرة، المنوفية، الغربية، شمال سيناء، بورسعيد، الإسماعيلية، الشرقية، المنيا، الفيوم، أسيوط، سوهاج، أسوان، البحر الأحمر، الأقصر، جنوب سيناء. اتفضلي أستاذة بسات. طبعا هنتكلم عن الشباب. مرحلة الشباب من أهم المراحل العمرية. الشباب دول بيعتبروا ثورة ثمينة لا تعد، يعني لا تعوض. والشباب طبعا في أي مجتمع من المجتمعات عنصر حيوي جدا في جميع الميادين الاقتصادية والسياسية والثقافية، في كل الميادين طبعا، وبيكون ليهم دور فعال في أي تغييرات وفي أي إصلاحات. عشان كده طبعا لازم نركز على دور الشباب. الشباب هم الحاضر الذي يصنع المستقبل. فهنتكلم النهاردة عن دور الشباب وتمكنهم في الحياة السياسية. طبعا لاحظنا برضو طبعا دور الرئيس عبد الفتاح السيسي في تنمية مهارات الشباب واكتشاف مواهبهم في الآونة الأخيرة طبعا عن طريق مؤتمرات الشباب. عشان كده هنتكلم عن الشباب ودورهم وازاي نقدر نوعيهم أكتر عشان يكون ليهم دور فعال. ورحب طبعا بالسادة الضيوف، ورحب بالأستاذ محمد عزت نائب رئيس العلاقات العامة لحزب مصر المستقبل. أهلا وسهلا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ فندم. أهلا بحضرتك. نرحب بالمهندس أحمد الجندي النجدي أحمد النجدي، رئيس لجنة الرياضية المركزية بحزب المحافظين. أهلا وسهلا بحضرتك. وأهلا بك يا أستاذ. أهلا وسهلا فندم. أبدأ بأول سؤال الأستاذ محمد عزت، الرؤية المستقبلية لحزب مصر المستقبل من حيث تمكين الشباب سياسيا في برلمان 2020. طيب اتفضل. انا اود ان اشير ان الاول حزب مصر المستقبل اغلب الهيئات القياديه داخل الحزب هم شباب، واحنا بنسعى في الفتره المقبله الى تاهيل وتمكين الشباب بشكل علمي من خلال تدشين اكاديميه حزب مصر المستقبل للعلوم السياسيه والاستراتيجيه.
ده الشيء. الشيء الثالث، في إطار الاستحقاق الدستوري والديمقراطي احنا مشاركين في التيار الوطني الحر الذي بقيادة اللواء سيد اللواء طارق المهدي. احنا بنسعى ان نقدم بديل سياسي يكون منافس على الاستحقاق الدستوري المقبل. قوائمنا هيتضمن فيها اكبر كمية من الشباب بحكم ان الدستور نص ان هناك مقاعد مخصصة للشباب، المادة 244 من تمام الدستور مظبوط، وللمرأة وذوي الإعاقة. واحنا لدينا مجموعة من الشباب المؤهل والمثقف الواعي المسيس، وأود أن أشيد باهتمام السيد الرئيس والدولة المصرية في إطار تمكين الشباب من خلال تعيين 5 نواب محافظين حزبيين، وأن الرئيس صرح في منتدى شباب العالم أن دي البداية وليست النهاية. والرئيس حث على الأحزاب أن تتعافى وأن تقدم نموذج قيادات شبابية مؤهلة مسيسة تستطيع قيادة الدولة. تمام. أستاذ أحمد، كلمنا عن دور العلاقات العامة لنشر الوعي بين الشباب في النوادي مثلا أو الرعايات الخاصة بالجامعة أو مراكز الشباب وهكذا. تمام. مفترض أن الهيئات دي هيئات رياضية شبابية، المفروض أن هي طول الوقت بتمارس أنشطة زي رحلات، زي مخيمات، زي معسكرات، ندوات تعريفية بكل حاجة، ندوات علمية، ندوات ثقافية، ندوات سياسية، ندوات حتى رياضية، زي أن هم مثلا يمارسوا رياضات معينة موجودة، إذا هم تقبلوا الهزيمة والنصر، مش طول الوقت مفيش طبعاً حاجة ده بتكسب. بيكون له دور بقى في نشر الوعي السياسي. طبعا طبعا، لما يتعمل لهم دورات سياسية أو ندوات سياسية أقدر أعرف الشاب اللي في الجامعة أو في النادي أو في مركز الشباب يقدر يعرف يختار مرشحه إزاي، على أنهي أساس المرشح ده رايح يعمل إيه، فيقدر يختار بينهم اختيار دقيق ويعني ممتاز عشان يقدر يأدي دوره فعلا في المجتمع. طيب أسأل برضو الأستاذ محمد عزت، كيف ترى شكل المرأة في الحياة السياسية القادمة وشكل الشباب في تمثيلهم في برلمان 2020 ودور القيادة السياسية في تمكين هؤلاء في الفترة السياسية المقبلة؟ طيب حابب أوضح، شايف لا إن الشباب ليهم دور، لا ليهم دور كبير جدا. حتى إحنا كحزب في ملاحظة لازم أشير إليها، ما فكرنا نجيب أمين عام الحزب، أمين عام الحزب كله جبناه شاب. تمام. المستشار سامح الشريف. ففكرة اهتمام الشباب، لا الشباب ليهم دور فاعل، بدليل ان احنا عندنا في الدولة في نواب محافظين زي نواب محافظ الجيزة والمنوفية وانا وبني سويف ونائب سوهاج عندي ونائب سوهاج دكتور احمد سامي تمام القاضي تأكيد، وعندنا مساعدين وزراء دلوقتي شباب. تمام. والبرلمان اللي فات افرز مجموعه من النواب الشباب المثقف زي الدكتور دين عبد العزيز، النائب الدكتور محمد فؤاد واخرين، وزي نائب طارق الخولي كمان. فكرة أهمية وجود الشباب، لا الشباب موجود وبقوة، بدليل وجود منتدى وجود تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين برعاية الدولة وأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب. والنهاردة احنا بنلاقي دور التنسيقية بتقوم بدور وطني عظيم محترم، بتقدم كوادر وقيادات شبابية حزبية ومستقلة. ولهذا النهارده بتلاقي كمان ان الدوله بتساعد معاها بان الدوله دشنت اكاديميه الوطنيه لتاهيل الشباب، فانت النهارده اصبح عندك شباب مؤهل. في ظل العهود السابقه والانظمه السابقه الشباب ما كانش ليهم لم نرى ذلك. لم نرى ذلك. بالنسبه للمراه، ان النهارده انت في اكتر الحكومه الحاليه والحكومه السابقه اكتر تمثيل في مدار الحكومات السابقه هي كانت مرأة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وان دل على شيء، دل على اهتمام السيد الرئيس بالمراه واهتمام السيد الرئيس بالشباب. واحنا امام حاله من رفع حاله الوعي الجمعي، المراه بقت هي من اكثر الناس المؤثره في اي استحقاقات وفي اي انتخابات، حرصها على المشاركه الوطنيه دايما هي بتتصدر المشهد السياسي. طبعا دائما المراه في مقدمه المشهد السياسي دائما وابدا، وعلينا دور مهم جدا، اهميه تعظيم دور المراه والشباب داخل الاحزاب السياسيه، لان لن تبنى البلد الا من خلال وجود احزاب سياسيه وقيادات شبابيه ومراه داخل هذه الاحزاب في اطار التعدديه الحزبيه. تمام. أستاذ أحمد، ما حاولتوش تستقطبوا أي أشخاص من الأشخاص المشهورة رياضيا اللي هي الأعلام الرياضية في عشان تحث الشباب على الانتخابات؟ لأن طبعا الشباب في السن ده كتير منهم بيعتبر هذه الشخصيات قدوة ليه. تمام. هو احنا بنحاول نستقطب بعضهم فعلا الفترة الحالية اللي احنا فيها، طبعا نتيجة كورونا والفترة اللي فاتت ما فيش تجمعات وما فيش لقاءات، ده كان مصعب المواضيع علينا شوية. في كمان مشكلة تانية مصعبة المواضيع أكتر، هنا في مصر بيعتبروا إن خريطة الأحزاب السياسية بالنسبة للرياضيين مثلا كأحد الفئات يعني
لا بالنسبه لهم ده مشكله وعيب، يعني مش عايز يفقد مصداقيته او جماهيريته او او او، فصعب ان انت تجتذبيه. لكن احنا في بعضهم فعلا احنا كلمناه وهينضم ان شاء الله قريب للحزب عندنا ان شاء الله. فان شاء الله، فلكن هي الفكره محتاجين بس الامور تتحسن شويه، موضوع كورونا ده يخف شويه ونقدر نكمل لقاءاتنا تاني معاهم بحيث نضمهم بشكل فعلي يعني ان شاء الله. طيب طيب استاذن الساده الضيوف اللواء محمد انور السادات بداري، اتفضل يا سياده اللواء. اهلا وسهلا يا هواء. اهلا اهلا وسهلا يا سياده اللواء. اهلا اهلا يا فندم. يا سياده اللواء احنا بدانا في اول انور السادات بس مش محمد انور السادات. ماشي يا فندم اسفين. اللواء انور السادات. انور السادات بداري. طيب انا معالي اللواء اول الحلقه كنت بشكر السيد الوزير المحافظ سوهاج اللواء طارق الفقي على الوحدة الصحية بالزوك الغربية وعلى مدرسة الزوك ابتدائي اعدادي لغات وعلى مركز الشباب. تعليقك على اهم ما يقوم بها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج. والله احنا بنشكر سيادته على المجهودات اللي هي يعني بيقوم بها، واحنا الحاجات دي احنا ماشيين فيها من زمان يعني من حوالي سنوات ومتابعين مع الجهات المسؤولة، ويعني الحمد لله ربنا وفقنا وكل جهودنا بالتوفيق، وحصلت الموافقه اخيرا على انشاء الوحده الصحيه، وطرحت يوم 8/9 على المقاولين، وان شاء الله يبتدوا في الاحلال والتجديد بتاعها. وبعدين المدرسه الابتدائيه والمدرسة الثانوية، يعني كان في مدرسة ثانوية وبعدين يعني حصل فيها تعطيل على اساس في مدرسة ثانوية جنبنا في بلد اسمها الشيخ علام اتعملت، واحنا قدمنا على اساس تتعمل مدرسة لغات يعني بمعرفة الابنية التعليمية، هم اقترحوا كده، ويعني تم يعني ايه تقديم الطلبات واتعرضت على السيد المحافظ والحمد لله يعني وافق وكل مجهودنا بالنجاح، وحصل يعني عمل وجو عمل مجسات، والحمد لله ربنا يوفق كده وتطرح زي الوحده الصحيه ان شاء الله. طيب اشكر اللواء انور السادات، بس عايز اوجه رساله الى السيد محافظ سوهاج. احنا نتمنى طبعا ان كل القرى تحذو حزب الزواك الغربية في الخدمات بتاعتها. يعني عندي قرية أنا يعني مسقط رأسي قرية زي قرية الشاولة، يعني أتمنى من السيد المحافظ نظرة بسيطة إلى الوحدة الصحية، نظرة بسيطة لإنشاء مركز شباب بالقرية. برضو عايز يعني باسمي وباسم أهالي مركز المنشأة وأهالي قرية الزواك الغربية إن إحنا نطلق على اسم المدرسة اللي السيد المحافظ ليد فيها مدرسة اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج. أرجع لضيوفي برضو الكرام، احنا كنا بنتكلم مع الأستاذ أحمد النجدي. كمل يا باشا، كمل يا فندم. احنا كمان بالنسبة لاستقطاب الرياضيين في نقطة كمان ظريفة، إن النوادي قبل كورونا طبعا كانت بتجيب سياسيين وبتجيب حزبيين وكده، وبعضهم كمان بدأ ينخرط في الحياة السياسية بعض أعضاء مجلس الإدارات فيها، فده شيء كويس، يمكن ده بدا يسهل علينا الامور شويه الى حد ما. يعني اتمنى العمليه تستمر وتكبر وتوسع، لان بره ما فيش مشكله خالص، مش عيب ان انا اقول انتمائي الحزبي ولا اقول انتمائي السياسي. طيب انا عايز اسال سؤال يعني موجه باعتباركم يعني احد الشباب القاديين، دور الشباب في الاستحقاق الاول من انتخابات مجلس الشيوخ كان ايه دور الشباب، و اهم الملاحظات والنقاط اللي انتم لاحظتموها في انتخابات مجلس الشيوخ؟ ابدا بالاستاذ احمد تعليقه، استاذ محمد تعليقه. تمام، هو خلينا بس ان في جزء من الشباب ما كانش راضي على مشهد انتخابات الشورى، ان هو كان موجود عدم وجود تعدديه تنافسيه. كان القائم هي قائمه واحده، هي القائمه الوطنيه، يتصدرها حزب مستقبل الوطن. يتصدرها حزب مستقبل الوطن. الدوله في حاجه الى تعدديه حزبيه لحقيقة، وبرامج وراء وسياسات مختلفه في إطار تحقيق ديمقراطية المشاركة وليس الديمقراطية التمثيلية. فالسبب ده اللي خلى جزء من الشباب غاضب، بالرغم حتى أن القائمة الوطنية كان فيها مجموعة من الشباب المؤهل والمسيس زي النائب المحترم الدكتور محمد عمارة، محمود القط، محمد عزمي،
ففيها عمرو عزت من حزب التجمع، ففيها شباب محترم واعي مثقف له دور وطني، بس الشباب كان غاضب في ده. فبنسعى ان الشباب يكون له دور مؤثر في مجلس النواب، ونتلافى ده في وجود قوائم تتنافس بشكل واضح وصريح في اطار رؤى، طرح رؤى سياسات تستطيع ان تفيد الدوله في اطار الدور الوطني الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد رئيس دوله مجلس الوزراء والساده الوزراء في هذه المرحله. فده اهميه ان ما يبقاش عندنا صوت واحد. طبعا انتخابات مجلس الشورى ممكن ان نقول ان هو مجلس الشورى كان الدوله في حاجه ليه وفي حاجه الى غرفه تانية تشريعيه فعلا تقدم رؤى، ونتمنى ان يتضمن تعيينات السيد الرئيس مجموعه من الشباب المثقف الواعي في ظل اهتمام السيد الرئيس وايمانه التام والكامل بالشباب، بدليل عمله مؤتمرات الشباب بدايه، ثم اعقبها منتدى شباب العالم، ثم اعقبها منتدى شباب الافريقي في اسوان اللي تم عدم تدشينه بسبب كورونا، بسبب جائحة كورونا. في ظل إمام الرئيس احنا بنسعى ان نتمنى ان الرئيس في التعيينات ان يتضمن مجموعة شباب في تعيينات السيد الرئيس مجلس الشيوخ. تعليقك استاذ احمد. تمام، هو ملحوظ عامه مش بالنسبه للشباب بس، كمان الشباب رغم ان متفقين ان في لازم يبقى في غرفه تانية للبرلمان موجوده، لكن الناس مش حاسه باهميته، فده جزء من سبب ان الشباب ما راحش للتصويت. دي نقطه. النقطه التانيه ان كون ان الدايره بمحافظه كامله خلى الشاب يروح، هو مش عارف ينتخب كام واحد، ينتخبه ازاي، ينتخب مين بمحافظه كبيره. ثالثا ما كانش في اسامي يعني في دوائر كتير تشد الشاب ان هو ينزل ينتخب وهكذا. ساعات بعض الشباب ما بيبقوش عارفين السيره الذاتيه للشخص اللي هم رايحين ينتخبوه، بيبقوا عارفين مجرد الاسامي والادوار، فهل احنا المفروض نوضح لهم اكتر السيره الذاتيه لكل المرشحين، سواء مثلا توجهاته وارائه البرنامج افكاره الانتخابي، البرنامج الانتخابي اكتر؟ لان في بعض الشباب هو طبعا لازم يروحوا ينتخبوا، مش بس عارف بعض راح الشباب ينتخب مين، مش عارف راح ينتخب مين، فبالتالي ما بيروحش ينتخب، يا اما بيحس ان دوره هيمشي. هو طبعا جزء من العمليه دي مشترك بين المرشح والناخب نفسه واطراف تانية. يعني مثلا المرشح نفسه ما بيعملش وسيله تواصل فعاله مع الناخبين. انا فاهم ان جائحه كورونا مخليه الناس تكتفي ببانرات وتكتفي بالصفحات الالكترونيه، لكن هو في الحقيقه ده مش يعني في الوضع مش الطبيعي مش كافي. كفايه. دي نقطه. النقطه التانية حتى هذه الوسائل ما بتشرحش بشكل كافي المرشح ده بيعمل ايه او عمل ايه في حياته قبل كده او ناوي يعمل ايه بعد كده. دي نقطه تانية. في من ضمن برضه النقط التانية اللي مخلية الشباب مش قادر يعرف مين المرشح اللي قدامه، المرشح مش عايز أو يعني بعضهم ما نزلش تواصل فعلا مع الناس فعليا على الأرض، أو الشاب مش عارف يوصله، فدي نقطة تانية منع التواصل بينهم هما الاتنين. طيب أساتذة السادة الضيوف، اتصال هاتفي المستشار محمد عبد النبي عمارة مرشح نواب 2020 عن المصريين المقيمين في الخارج، اتفضل مع المستشار. اهلا بيك، السلام عليكم. اهلا اهلا وسهلا بيك يا معالي المستشار. واهلا بالساده الضيوف و اهلا وسهلا بحضرتك معالي المستشار. طيب معالي المستشار، احنا بنتكلم في الحلقه عن يعني بصفه عامه عن الماده 244 من حيث تمثيل الشباب، تمثيل الاقباط، الملف اللي حضرتك حامله في مجلس نواب 2020 المصريين المقيمين في الخارج. تعليق بسيط على شكل ملف المصريين المقيمين في الخارج كاستحداث جديد في مجلس نواب 2020. هو طبعا بالنسبه للشق الاول من سؤالك المتعلق بالشباب، فالشباب عندهم فرصه ذهبيه ان هم يخشوا البرلمان 2020 من خلال الماده 244. وطبعا الماده دي عملت التمثيل للشباب، كان تمثيل في الدستور 2015، برلمان 2015، وجاءت التعديلات الدستوريه بان مكنت الشباب يكون لهم تمثيل. وطبعا بالنسبه للخمس فئات المعروفين اللي هم الشباب وذوي الاعاقه والمساكين والعمال والفلاحين والمصريين المقيمين في الخارج، فالشباب لديهم فرصه ذهبيه ان يكون لهم دور حي وفعال داخل برلمان 2020 ويثبتوا تجربتهم بحيث ان تزيد النسبه لهم في البرلمانات القادمه. ده بالنسبه للشباب. بالنسبه لملف المصريين في الخارج، فالملف ده انا كنت اتكلمت فيه كتير جدا وكتبت فيه طبعا مقالات عن دور النائب البرلماني ودوره الحيوي والهام والفعال في حمل هذا الملف. ليه؟
لان انت عندك 12 مليون مصري في الخارج، ب 12 مليون لهم داخل مصر اسر وعائلات فعددهم لا يقل عن 35 مليون، فبالتالي هذا الملف يمثل اهميه كبرى للدوله المصريه. طيب اضم صوتي لصوت المستشار محمد عبد الناب عماره من حيث تمكين الشباب ومن حيث ضروره ان يكون هناك ممثلين مصريين مقيمين في الخارج. اشكر المستشار محمد عبد الناب عماره مرشح مجلس نواب 2020. اتفضل. ارجع تاني برضو في نقطه تانية ممكن تشجع الشباب ان هم ينزلوا في الانتخابات، ان القوائم ما تلتزمش بالحد المنصوص عليه في القانون. يعني مثلا لو القايمه مثلا 42 بتضم عدد معين، لا هو ممكن يضعفه سواء من الشباب او من الشابات. ده يخلي كمان لو جبت نماذج شابه من اللي هي احنا اتفقنا معاهم في الفتره الاخرانيه في السنين اللي فاتت، يعني مثلا زي طالب كليه الطب مثلا، لو هو سنه اكبر شويه وقدرت تنزله على قائمه من قوائمك، هتحسس الناخب اللي قدامك الشاب بالذات ان انت مش منفصل عنه، ان انت مش جاي من عالم خارجي او مش جاي برشوت من فوق. لا انت ايه ممكن عمله لدعم النواب الشباب في مسيرتهم البرلمانيه؟ ان المراكز البحثيه في مصر اول حاجه تتعاون معاهم ويدوهم الدراسات اللي هم يحتاجوها في المجلس او كده. تاني حاجه ان احنا نتعامل معاهم ان هم لسه حديث العهد بالبرلمان، ما نضغطش عليهم زي ما احنا او ما نطلبش منهم طلبات نقدر نطلبها من برلمان المخضرم. في كمان المفروض المجلس ان هو عمل حاجه اسمها معهد دراسات البرلمانيه باين او معهد الخبره البرلمانيه، ده هيبقى مفيد قوي ليهم في المستقبل ان هم يستفيدوا من الدراسات الموجوده واللي ممكن يحتاجوها. انا حابب اشير بس في ملاحظه على السؤال حضرتك استاذه بسنت، اهميه الوقوف ضد راس المال السياسي. النهارده مفيش نائب شاب هتقولي له والنبي ادفع 10 مليون و20 مليون و30 مليون وهو شاب، ولو قدر يدفعهم يبقى سوري في اللفظ عايز يعوضهم، لان الشاب اللي هيدفع 10 مليون في برلمان انا بقول ان عايز اقدم قيادات شبابيه واعيه تفيد البلد، مش هيبص على مصالح دايرته، مش هيبص على مصالح الناس. ده الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه المهم ان بجانب الوقوف ضد راس المال السياسي، ان الانتخابات هنا بحول النائب من بدل ما يكون نائب خدمات الى نائب يعي دوره التشريعي والرقابي والمراقبه والاقرار الميزانيه والموازنه والميزان الختامي. فانا لازم احدد ايه دور عضو مجلس النواب عشان ما الاقيش نائب شاب عندي ينتخب واللي نائب خدمات صرف صحي وطرق وكباري والى اخره. لا، انا دوري ان انا راجل دور التشريعي والرقابي، ودور القضايا المحليه هو المجلس المحلي واعضاء المجلس المحلي. لو حققنا المعادلتين دول، لان كان الازمه الكبيره في الشورى اللي بتواجه الشباب اللي كانوا عايزين يترشحوا راس المال السياسي، انك انت كشاب نازل عامل دعايه في حملتك على قد ما تستطيع والحزب بتاعك واقف وراك، وتلاقي حد صارف 10 مليون 20 مليون 30 مليون. طب هل ده هيفرز عن نواب شباب يعبرون عن المجتمع، او نواب عامه يعبرون عن المجتمع بجميع اطيافه، ام يعبر عن فصيل معين وهو فصيل معين لديه القدره الماليه او الملاءه الماليه؟ طب هل بلدنا تستحق ان النائب يجي مقابل الفلوس ام مقابل الرؤيه والبرنامج والسياسات؟ طيب باشمهندس احمد، يعني بعيدا بقى عن الحلقه وبعيدا عن الشباب وتمكينهم، حضرتك طبعا كنت مشارك في مشروع مدينه الروبيكي. تمام. ايه الغرض او الهدف من انشاء مدينه الروبيكي، واهم الاهداف اللي بيقوم عليها مشروع مدينه الروبيكي؟ طيب مدينه الروبيكي باختصار ده تطوير لمنطقه للصناعات الجلديه اللي كانت موجوده في منطقه راس سور مجرى العيون. سور مجرى العيون اللي كان راح هناك قبل كده ناس قاعده في اماكن مش مجهزه تقنيا وصحيا والكلام ده كله، الصرف كان في الشارع، الميه كانت سداح مداح كده يعني، فمش قادر يطور صناعته، هو في حيز مقفول وخلاص مش قادر يعمل اكتر من كده. الدوله سنه 95 قررت بعد ما اخذت قرض من ايطاليا ان هي تبني منطقه جديده مجهزه فيها صرف صحي مناسب، فيها صرف صناعي مناسب، فيها ميه مناسبه، فيها طاقه مناسبه، تبني للناس دي ورش مجهزه وتنقلهم هناك. اللي حصل ان المشروع لاسباب كتير قوي اتاخر، ما كملش الا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لما امر في 2015 المدينه تجهز وتكمل. في 2016 2017 في ناس كتير بدات تتنقل هناك، وبداوا حتى يطوروا من انتاجهم، بقوا بيجيبوا الات جديده، معدات جديده، كيماويات جديده، طرق جديده حتى في صناعه الجلود. احنا خلصنا المرحله الاولانيه من المدينه اللي هي خاصه بالدباغه، في مرحله ثانيه خاصه بتصنيع الجلود نفسها. بعد ما الجلد بيتدبغ بيحتاج بقى ان هو يتقلب منتجات جلديه سواء شنط احذيه وهكذا، يعني
ده لسه احنا شغالين فيه في المرحله الثانيه دلوقتي. لما هيخلص ده في كمان مصنع خاص بمنتجات سنويه ناتجه عن الجلد زي الغيره زي الجيلاتين زي الكلام ده كله. المراحل دي في الثانيه والثالثه احنا شغالين فيها دلوقتي. فده ملخص الملخص العام بتاع مدينه اللي كمان يستهدف ان صادرات الجلود تزيد 4 مرات بعد ما المدينه تكتمل تماما. ده باختصار يعني المشروع طويل جدا اتعمل على مدار من سنه 95 لحد دلوقتي يعني ولسه شغالين فيه. تمام. استاذ محمد كلمنا عن البيئه المواتيه لمشاركه الشباب في السياسه وخاصه الشابات كمان. تمام. البيئه المواتيه اهم حاجه ان احنا عندنا يبقى مجموعه من التعدديه الحزبيه. دي اول نقطه. والاحزاب دي تبقى مهتمه بتاهيل وتمكين الشباب. الحاجه الثانيه السماح للطلبه او الشباب اللي بيدرسوا في الجامعات ان يمارسوا السياسه من خلال الاسر الطلابيه، وده بعلم الدوله طبعا وتحت مظله الدوله، لان احنا بنواجه ان في جامعات ظلاميه بتسعى لاستقطاب شباب الجامعات في اطار وضع خاطئ، في اطار تزييف الوعي والحقائق ان الدوله ضد الشباب، ان الدوله لا يوجد ديمقراطيه داخل الدوله، ان هناك ديكتاتوريه في عهد هذا النظام الحالي وهكذا. لابد من وجه ده ازاي؟ برفع عشان كده لازم يبقى في وعي من الاول عشان ما ينجرفوش وراء رفع حاله الوعي ده بالنسبه لان الشباب ازاي يمارسوا السياسه. طب ازاي بقى كمان ان الشباب ينخرطوا في العمل العام؟ النهارده انت عندك النوادي فيها لا يقل، يعني انا عضو مثلا في نادي 6 اكتوبر 150 الف عضو وثلثينهم شباب. النهارده في لجان كتير الشباب ممكن تمارس عمل عام فيها وتأدي دور مجتمعي يفيد البلد ويفيد المجتمع. بلس اغلب النوادي بقت بتنص لائحتها على انتخاب شباب تحت السن، فاحنا كمان نحرص ان الشباب يبقى ليهم دور ايجابي في المجتمع على كل المناحي، سواء المستوى السياسي، المستوى الاجتماعي، المستوى الاقتصادي، المستوى الرياضي جدا، لان هي الدوله مش هتتبني غير بوجود مجموعه من الشباب الواعي المثقف، مجموعه من الخبرات الكبيره. في حاله وجود مزج ما بين الشباب والخبرات، الشباب حماسهم ورؤيتهم وطموحهم وعلمهم وثقافتهم، وخبرات الناس الكبيره المسؤوله الواعيه اللي بتحاول تنقل تجاربها وخبراتها في الشباب عشان يبقى عندنا ناس تستطيع من الشباب ان هي تؤهل المجتمع. ده الحاجه الثالثه. الحاجه الرابعه والمهمه جدا ان يبقى الشباب دي عندها قدر من الديمقراطيه لاستيعاب هؤلاء الشباب. ما يبقاش انا عندي شباب ما لهمش دور جوه احزابهم، مجرد ان انا عامل عضويات عشان عندي 100,000 شاب، لا، ابقى انا عندي حزب فعلا بيسعى ان انا جايب شباب عايز ياهله، عايز يقدم للدوله بجميع مختلف اجهزتها المعنيه، بيقول لهم انا عندي شباب مؤهل مسيس مثقف، الشاب ده يستطيع اداره الدوله، وده اللي الرئيس بيطمح بيه وبيطرح فيه السيد رئيس مجلس الوزراء وكل الجهات المعنيه في الدوله. طيب، عايز قبل ما اطلع فاصل، عايز اتكلم بعد الفاصل عن تعاون اجهزه الدوله مع الشباب من حيث وزاره الشباب والرياضه. احنا اتكلمنا طبعا عن القياده السياسيه، منتدى الشباب والمؤتمرات اللي السيد الرئيس طبعا بيعملها للشباب، وعايز اتكلم برضه بعد ما اطلع فاصل عن دور الشباب في محليات 2021. فاصل ونعود. رجعنا لكم بعد الفاصل. بس يعني انا بصفتي محامي، طبعا نقابة المحامين في الفترة الأخيرة وخاصة النقابات الفرعية شهدت طبعا جدل كثيرا حول دمج بعض النقابات. يعني عندنا في نقابة محامين الإسكندرية نقابة محامين شرق ونقابة محامين غرب، نأمل طبعا أن تدمج النقابتين مع بعض وتعود مرة أخرى إلى نقابة محامين الإسكندرية. أنا طبعا بأيد كل الدعم الكامل طبعا الى استاذي طبعا استاذ عبد الحليم علام نقيبا لمحامين الاسكندريه، لان فعلا الاستاذ عبد الحليم علام شهدت نقابه المحامين في الدوره ليست السابقه اللي قبلها طفره كبيره وتطور كبير في نقابه المحامين. فنعم لدمج نقابه محامين الاسكندريه. نعم الاستاذ عبد الحليم علام نقيبا لمحامين الاسكندريه. اتفضل يا استاذ حسين. طبعا احنا بنشيد بدور شباب القوات المسلحة، طبعا ليهم دور كبير والمفروض ان احنا ما ننساش دورهم. طبعا كتير منهم بيضحوا بارواحهم عشان البلد وبيضحوا بارواحهم عشان احنا نعيش. لابد اكيد نشيد ان عندنا بتضحيات ودور الوطني الهام للقوات المسلحة وشبابها والتضحيات اللي قدموها عشان خاطر الوطن ده يفضل محافظ عليه وما يبقاش زي ليبيا ولا زي سوريا ولا زي العراق ولا زي اليمن. النهارده احنا كل يوم بنشوف شباب كتير بيستشهد على يد الارهاب الغاشم. الشباب دول بيضحوا
بأرواحهم عشان احنا نفضل نعيش وعشان البلد دي تفضل قوية والبلد دي تفضل متقدمة والبلد دي تفضل راسخة وتفضل حدودها آمنة وشعبها آمن. فاحنا لابد أن نشيد بكل تضحيات شباب ورجال القوات المسلحة ونشيد بدورهم الوطني دائما وأبدا في إطار حفظ الأمن والأمان لوطننا الغالي. أكيد طبعا. وما ننساش برضو دور قوات الشرطة، برضو ساهمت مع الجيش في عمليات كتير جدا أكيد شرق طبعا وغرب برضو الجمهورية. ولا ليهم دور بد أن كبير نشير جدا. طبعا بدور الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية طبعا في حفظ الأمن طبعا والأمان داخل البلد. قطاع الأمن الوطني، أجهزة المعلومات في أكيد التصدي للإرهاب والبؤر قطاع الإرهابية الأمن الوطني والأمن العام وكل القطاعات الداخلية لازم أن نشيد بدورها الوطني في هذه المرحلة. طيب أنا كنت اتكلمت قبل الفاصل عن طرق أوجه التعاون. قبل ما اتكلم عن طرق اوجه التعاون احب ان انا طبعا اشيد طبعا بدور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. الحقيقه يعني منذ ان وضعت قدماه وزاره الشباب والرياضه واحنا شايفين تطور وتمكين الشباب، وشفنا يعني وزاره شباب بكل المقاييس. انا عايز اسال بقى السؤال المزدوج يتم عليه الاجابه من قبل الاستاذ احمد وقبل الاستاذ محمد. التعاون ما بين وزاره الشباب والرياضه والشباب، تبدا انت ولا ابدا هي اي احد طيب. منكم؟ طيب انا شايف ان الدوله بتقوم بدور محترم في عهد الوزير الدكتور اشرف صبحي. اثمر ده عن وجود فكره منتدى شباب مصر، انا شاركت في المنتدى وتمت دعوتي. المنتدى ده كان نموذج لتمثيل كل شباب مصر على مستوى الجمهوريه، كان فيه مشاركه فعاله حتى من شباب والمراه في المحافظات الحدودية زي الوادي الجديد وجنوب وشمال سيناء والبحر الأحمر، وكان مشاركين وبقوة. فكرة المنتدى إن هو بيقدم نماذج شبابية واعية مثقفة مسيسة تقدر أن تفيد المجتمع وتشارك في كل مناحي العمل العام، وفكرة تواصل القيادة السياسية مع الشباب، ودي كانت فكرة رائعة من قبل الوزير أشرف صبحي ودي كانت فكرة راقية. كمان حابب أشيد إن كمان كان مشارك شباب الجامعات فيها، جامعة الأزهر جامعة حلوان، فاحنا بنحاول ندمج أكبر فئات من الشباب في إطار المشاركة المجتمعية والحوار الوطني الجاد بين الدولة ومؤسساتها والشباب متمثلة في السيد الوزير الدكتور أشرف صبحي ووزارة الشباب والرياضة. الحاجة التانية اللي حابب أشيد فيها برلمان الطلاق، جوه وزارة الشباب في برلمان الطلاق، برلمان الطلاق اللي من هم أقل من 18 عام. فده فكرة إن أنا كمان بحبذ الشباب والطلاقة والنشء ان هم يمارسوا العمل العام بجميع انواعه وجميع اشكاله، ودي فكرة برضو رائعة لازم اشيد بيها في عهد السيد الوزير الدكتور اشرف صبحي. فكرة برلمان الطلاقة، فكرة حتى ان انا بدي رسالة ان الدولة مش غائبة عن الشباب دائما وابدا وحاضرة وبقوة في اطار التواصل والحوار الجاد مع الشباب مختلف فئاتهم العمرية ومختلف تفكيرهم وانتماءاتهم. ده شيء محترم جدا وشيء هيبقى مثمر وبناء في إطار تمكين وتأهيل الشباب المصري. طيب قبل ما ارجع للاستاذ احمد النجدي، اتصال هاتفي الدكتوره هدى المراغي استاذه القانون بجامعه بنها. اتفضلي يا دكتوره. الو، السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم، واهني الشعب المصري بتمكين المراه المصريه من 25% من البرلمان، ده بداية يعني. طيب طالما دكتورة دخلت طبعا بالدخلة بتاعة تمكين المرأة ديت، أنا هسألك تمكين المرأة من خلال جني ثمار التعديلات الدستورية من المادة 244، كيفية تمكين المرأة والشباب في برلمان 2020. اتفضل يا دكتورة. في الحقيقة طبعا أنا بهنئ أنفسنا بهذا التعديل، لأن التعديل ده بيعد بمثابة تكريم للمرأة المصرية، وطبعا ده مش جديد على المرأة المصرية، لأن المرأة المصرية أثبتت إن هي جديرة بالقيام بالعمل البرلماني والعمل السياسي، وأثبتت جدارتها في الحقيقة في كل المجالات يعني. هي طبعا المرأة المصرية نقدر نقول عنها إن طبعا احنا عارفين كلنا إن المرأة المصرية نص المجتمع. هي طبعا الزوجة والأم والبنت والأخت. فأنا شايفة إن المادة دي شيء إيجابي جدا، وحاجة بتحسب حقيقة لمصر، وطبعا ده ليس بغريب علينا. فطبعا مصر دولة، أولا هي دولة إسلامية، وطبعا ربنا سبحانه وتعالى كرم المرأة المصرية، والدين الإسلامي أعطى المرأة المصرية في الحياة حقوق لم تأخذها في أي مكان آخر يعني.
طيب وكمان برضو اذا رجعنا للتاريخ ما ننساش التاريخ، هنلاقي سيدات عظيمات تبوأن الحكم في مصر وكانت عصورهم من ازهر عصور. يعني ما ننساش مثلا الملكه حتشبسوت كان عصرها عصر ذهبي. فالمرأة المصرية دائما حقيقة متألقة، فده شيء جميل جدا ان احنا ندي المرأة المصرية مكان في البرلمان بمثابة 25%. طيب دكتورة هدى، طبعا بصفتك طبعا أستاذة جامعية، رسالة موجهة من الدكتورة هدى أستاذ القانون بجامعة بنها إلى الشباب وإلى طلاب الجامعات في الفترة القادمة. والله بداية احنا عندنا شباب جميل في الحقيقة، شباب مصر شباب هايم، بس هم محتاجين للقدوة، فياريت احنا نكون قدوة ليهم ونرشدهم الى الطريق الصحيح. وانا على يعني ثقة تامة ان شباب مصر ان شاء الله في تقدم وفي رقي، وانا شايفة بسم الله ما شاء الله شايفة يعني ان كل الاجهزة وكل الجهات بتساند الشباب، فدي حاجة هايلة ان احنا بهؤلاء الشباب ان شاء الله هننهض بمصر ان شاء الله. طيب اشكر الدكتورة هدى المراغي استاذ القانون بجامعة بنها. نرجع للاستاذ احمد، احنا شفنا طبعا في مؤتمر من مؤتمرات الشباب قبل كده كان في كده زي محاكاه تمثيليه للبرلمان، نموذج الدوله المصريه. فهل ممكن حاجه زي كده تطبق حتى لو بشكل مصغر في النوادي او في مراكز الشباب عشان الشباب يكونوا عندهم وعي اكتر بدورهم السياسي ويكونوا فاهمين اكتر وان هم يقدروا ان هم يحبوا المشاركه في هو طبعا في مش نموذج واحد بس الدوله المصريه ممكن يتطبق فيه نماذج كتير جدا. ابسط حاجه احنا مثلا في لجنه الرياضه المركزيه بنجهز دلوقتي نموذج محاكاه للانديه ومراكز الشباب المصريه، بحيث اللي داخل، لان احنا عندنا فراغ كبير جدا في الانديه وفي مراكز الشباب في نسبه مخصصه للشباب بحيث ان هم يترشحوا فيها ويكسبوا فيها، لكن بعضهم بيعاني ان هم ما عندوش القدره المعرفيه او القدره القانونيه ان هو يحل المشاكل اللي جوه في النادي او في مركز الشباب. احنا هنعلمه ازاي ان هو يعني ايه مركز شباب، يعني ايه نادي، يعمل ايه، لانه كده هيقدر ان هو مش بس يكون في العمل السياسي، هيقدر يحل المشاكل سواء جوه زي ما جوه النادي وجوه مركز شباب. هتبقى دي بالنسبه له خطوه اولى. كمان ممكن النقابات وممكن تبقى جامعات تعمل برضه نماذج مصغره ليها، بعض حتى جامعات بدات في ده من فتره. لو النقابات كمان دخلت في القصه دي هتبقى كويسه جدا، لان في 25 نقابه مهنيه موجوده، في العديد من النقابات العماليه برضه موجوده معانا في الخط ده. فلو احنا قدرنا نوفر نماذج محاكاه او لو النقابات قدرت تعمل المؤسسات كلها قدرت تعمل المدارس برضو لو يبقى والمدارس برضو نفس الكلام فده هيخلي في ناس اطفال كتير وشباب كتير يبقوا عارفين يعني ايه تنشئه سياسيه من صغرهم، ما يقدرش حد يضحك عليهم سواء بمال سياسي او بفكر متطرف او غيره. انا برضو حابب اشيد بوجود نماذج من مبادرات شبابيه زي مجلس الشباب المصري بيعمل نموذج محاكاه برئاسه المهندس محمد ممدوح والدكتور محمد فادي دياب، ابدا بنفسك برئاسه الاعلامي اسامه قاسم والاستاذ خالد احمد سامي. احنا كمان كحزب مصر المستقبل ابتدينا نعمل برلمان الشباب وبرلمان الطلاقه في اطار تاهيل وتمكين الشباب على الدور التشريعي، على الدور الرقابي، على الدور المحلي والقضايا المحليه. برضه برلمان الطلاقه عشان احنا مهتمين بفكره النشأ داخل حزب مصر المستقبل وله اهميه قصوى عندنا بجانب الشباب، شفنا ان احنا نعمل النموذج ده وده دورنا كاحزاب ان احنا يبقى عندنا قيادات مؤهله جدا في ظل ان احنا بنتكلم على عايزين وجود شباب مؤهل ومسيس يستطيع ان يقدم نموذج مثل باقي الشباب في جميع الدول المتقدمه. يواكب عصر الدولة عصر التطور اللي طبعا السيد الرئيس طبعا عبد الفتاح السيسي طبعا قائد قاطرة التنمية المستديمة في مصر. مظبوط. قبل بس يعني انا فاضل لي دقائق بسيطة لانهاء الحلقة، بس قبل ما انهي انا كنت اتكلمت قبل الفاصل عن عايزين شباب في محليات 2021. تمام. تعليقك يا استاذ محمد. تعليقي ان احنا محتاجين 57,000 شاب، فلابد ان يتم تضافر الجهود في اطار ان احنا مش عندنا شباب بس، لا عندنا شباب مؤهل. مؤهل ده يعني ايه؟ يعرف يعني ايه الميزانيه بتاعه الحي، الميزانيه بتاعه المحافظه، الميزانيه بتاعه القريه. طب الفلوس اوجه الصرف والانفاق دي هتروح فين؟
فكر الاولويات. فانا عشان عندي مهتمين بالقضايا المحليه، ايه الفرق بين باب الحكم المحلي والاداره المحليه؟ باب الحكم المحلي بيدي صلاحيات ان انت تسحب الثقه المحافظ من المحافظ، استجوابه وسحب الثقه وطلب الاحاطه. يعني فكره اللامركزيه الكامله والمطلقه، ان انا عندي عضو مجلس محلي له كافه الصلاحيات. ده الفرق بين باب الحكم المحلي والاداره المحليه. الاداره المحليه فكره المركزيه، ان انا عمري ما هقدر اسحب الثقه من المحافظ. ده محتاج تضافر جهود، ان يبقى عندي قانون محليات معبر وقائم على فكره اللامركزيه المطلقه، وجود قوائم نسبيه وليس مطلقه. ثالثا عدم وجود راس المال السياسي، لان انا محتاج 57,000 شاب مؤهل ومسيس. اربعه وجود حياه حزبيه قويه، وان تكون من ضمن اولويات الاحزاب هو الاهتمام بالشباب والمراه والعمال والفلاحين، وجود قيادات طليعيه شعبيه داخل المناطق. لان انت النهارده لو انت عندك عضو مرشحه كحزب ومالوش شعبيه مش هينتخبوه. طب لو عندك عضو غير مؤهل وتم انتخابه مش هينجح في مهمته، مش هينجح في فكره احنا المحليات هي سبب ازمه كبيره في مصر، هو فساد المحليات. عشان نواجه فساد المحليات دي يبقى لازم نجيب ناس مؤهله على الدور المحلي، سواء كان اللي هو القضايا المحليه مختلفه، الصرف الصحي، الطرق، لان النهارده في ميزانيه موازنه النهارده بتيجي للمحافظه. النهارده هل انا اصرفها في المدارس؟ هل اصرفها في الصرف الصحي؟ هل اصرفها على المستشفيات؟ هل اصرفها فيما يحتاجه الاحياء والطرق؟ ام تصرف في فساد ورشاوي والى اخره؟ وسبب تاخر الدوله المصريه في عهود قديمه هي فساد المحليات والقضايا المحليه. طيب اخد اخر كلمه اخيره من زميلتي الاستاذه بسنت قبل ما اختم، معايا دقيقه. تحب توجه ايه للشباب؟ يعني كرساله كده تقدر توجهها لهم نشجعهم اكتر على المشاركه. هو الرساله لازم اوجهها ان انتوا لازم تنزلوا تشاركوا، تختاروا الاصلح. عدم اختيار الاصلح معناه ان في ناس سيئه هتدخل البرلمان، هينتج عن كده تشريعات سيئه هنعاني منها كلنا. عدم نزولك ده ضرر مش ليك بس، ضرر لينا كلنا. ده باختصار. طيب في نهايه الحلقه اشكر فريق الاعداد واسره الاعداد، اشكر الاستاذه بسنت زميلتي، شكرا، اشكر الساده الضيوف طبعا الاستاذ المهندس احمد النجدي، اهلا وسهلا، رئيس اللجنه الرياضيه المركزيه بحزب المحافظين، كما اشكر الاستاذ محمد عزت نائب رئيس العلاقات العامه لحزب مصر المستقبل، كما اشكر طبعا قناه الصحه والجمال، اشكر فريق الاعداد، المخرج الاستاذ نصر الشاهد، الاستاذ جمال عبد العظيم، الاستاذ محمد المالكي مدير التسويق والعلاقات العامه. شكرا والى لقاء اخر في برنامج الراي الاخر. سلام الله عليكم.